جمعية ام 3 دي تأسست في 2019، وهذه المبادرة بدات حيت كنا قبل خدامين في الضل، واحد الدومين واحد المجال اللي مهم اللي هو كيخدم على صحة المواطن، وهذا المجال ما كانش معروف مزيان مع الناس، تعرفوا عليه مؤخرا مع ازمه كورونا، مع لي زوبيراسيون ديال التعقيم ولا بلوتو التطهير الا بغينا نهضروا سو الكوتي تكنيك. الناس تعرفوا على هذه المهنه وتعرفوا على الناس اللي مختصين في هذا المجال. هذه المهنه مهمه حيت هي كتحرب الافات، والافات كاينين منها حيوانات انواع منهم اللي كينقلوا الامراض، وامراض خطيره كالياسا كسالمونيل مثلا، سي اون باكتيري معروفه عند الناس ديال الجوده في المواد الغذائيه. ليبتوسبيروس هي اللي كتجي حشاكم مع البول ديال القواريط، ومؤخرا اكتشفنا واللي كيقولوا حد الان بان كورونا جات هي من العالم الحيوانات، و سي اون مالادي كون ابل مالادي زونوتيك، يعني اللي كتنقز من الحيوانات الى الانسان. احنا ما عندناش مطالب كجمعيه مهنيه، كنجيبوا معنا حلول وكنجيبوا معنا فكره، وبغينا نعاونوا السلطات العموميه والمحليه ونكونوا في جنبهم ونعاونوهم ان نحافظوا على صحه المواطن ضد هاد الامراض اللي كينقلوا الحيوانات. في ازمه كورونا الناس تعرفوا علينا فعلا مع لي زوبيراسيون دو ديزانفيكسيون، ولكن لا ديزانفيكسيون كنا كنعرفوها ديجا قبل، حيت لا ديزانفيكسيون داخله في كنسموه حنا لي 3 دي، ديغاتيزاسيون ديزانسيكتيزاسيون ديزانفيكسيون، وكنقولوا حتى ديريبتيليزاسيون اللي هي ليلوينمون ديال الزواحف. ليلوينمون ديال الزواحف من الهدف الرئيسي اللي عندنا ان الدومين يتقنن، ما يبقاش المتطفل على الميدان يدخل عند مدرسه مثلا ولا يدخل شي مؤسسه طبيه ويهز مع المواد الكيماويه وكيرش بلا ما كيعرف فين كيخدم وبلا ما كيحل المشكل من المصدر. هذا الدومين كيحتاج المختصين، حيت الادويه اللي كنستعملوا ادويه خطيره، واللي ما كيعرفش يستعملهم يقدر يسبب واحد المشكل اخر اللي هو اكثر، اللي كيقدر يضر اكثر على الانسان. اول حاجه اللي كنديروا كمختصين واللي كنقولوا حنا في الجمعيه هو التشخيص. ما يمكنش ندخل واحد البلاصه وما ندير التشخيص ديالي، خصني ندير الدياغنوستيك عاد نحط البلان داكسيون باش نحط الشروط ولا المراحل اللي خصني ندوز منها ولا نحط باش نقدر نحل المشكل والخدمه تمشي بالان. جمعيه ام 3 دي من 2019 هي خدامه وكتبارطاجي المعلومات، كتبارطاجي المعلومات وكتحاول انها تخدم مع السلطات، والحمد لله اليوم في يناير 2022 وصلنا واحد المشاركه رسميه مع وزارة الصحة باش ان شاء الله نفكروا معهم على التقنين ديال هذا المجال. في نفس الوقت كنخدموا وكنهضروا مع لونسا على السلامة الصحية المواد الغذائية، حيت هذا المجال هذا المختصين الاعضاء الجمعية خدامين كيستعملوا كيخدامين في مكافحة الآفات في المعمل الغذائي، المواد الغذائية، وعندهم واحد الدور كبير في السلسلة ديال سكن كنسموها هنا لا شين اليمونتير. ومؤخرا توصلنا بديزيميل من الجمعيه، اكبر جمعيه في العالم اللي هي لا ان بي ام اي، جمعيه امريكيه، اللي عرضت على الجمعيه ام 3 دي باش تدخل واحد الشبكه عالميه اللي كنسموها لا كواليسيون مونديال مع اوروبا مع اسيا، وغادي نكونوا اول جمعيه في افريقيا اللي غينخرطوا في هذا الاتحاد. من اهداف الجمعيه ان تهضر مع السلطات المحليه كما درنا مؤخرا مع مجلس البلدي في الدار البيضاء باش القطاع الخاص والقطاع العام يمشوا يديروا ايد في يد ويخدموا مجموعين على صحه المواطن.